قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا وقبل أي شيء أحبك بس تعرف معلومات بسيطة لازم تفهمها. أنا مانيش سمسار وأنا مش فاضي أشوف لك هذه المنازل، ولكن أنا بدلك على الصح. في الفيديو ده هيعرفك مساحات الأرض وتبعد عن المدينة ولا لأ، وفيها كم قد إيه أرض، وفيها مرافق ولا لأ، وبها أوراق ولا لأ، وتليفونات الناس. طبعا أنا عشان أعمل الفيديو دون وأقعد أهري في الكلام دون ساعة أو ساعتين أو ثلاثة استحالة حد هيتحملني. عملت لك البيوت اللي هي رخيصة بالأراضي بتاعتها، ناس دخلت كذبت وقالت لك لا دي في الأدغال. طب أنا النهاردة برد على كل واحد بيقول أن هذه البيوت بعيدة. لا، البيوت دي مش بعيدة، دي البيوت دي في كل أنحاء أوكرانيا، في خاركوف، في كييف، في دنيبر، في كل مكان في أوكرانيا. وصلت يا جماعة؟ ده متجر بلاي، ما تنساش تبقى تحمل مترجم. نقي بقى البرنامج اللي انت عاوزه وحمل اللي انت عاوزه. الفيديو ده الناس اللي بتشكك ان انا بتكلم وخلاص تقفل بقها وما تتكلمش تاني بعد النهاردة. خلاص يلا نكمل الفيديو بتاعنا. صباحكم ورد وعسل، يا رب تكونوا كويسين وفي احسن صحة وفي احسن حال. النهاردة يوم جديد ويوم سعيد علينا وعلى حضراتكم في جو اوكرانيا البنوني الجميل. النهاردة هشرح لكم ازاي تتحصل على الموقع بتاع اوليكس. قدامك حلين، يا اما تخش على جوجل وتبحث عن olix.ua او تخش على متجر بلاي، وطبعا كلنا عارفينه ده متجر بلاي، وتكتب اوليكس. مجرد ان انت تكتب اوليكس، اول ما بتبحث بيطلع لك هذا الشكل، بيقول لك تثبيت. تثبيت انا محمله. فتح خلاص، يبقى حضرتك هتحمله. يعني انا لو لغيت تثبيته اهو ماشي، هلغيه وارجع اثبته تاني، بس ايه مفيش داعي نضيع وقتنا. ناس كتيرة بتشكك في المعلومات اللي بقولها، وانا مش زعلان من حد، ولكن بوضح للناس الرؤية. لو حد في تعليق بيقول لك البيوت دي بعيدة في الادغال، البيوت دي مهجورة، البيوت دي في الغابات، البيوت دي ما ينفعش يتعاش فيها، تعرف ان هو بيقول لك كده عشان يكرهك في هذه الامور. طب اللي يحكم بيني وبين هذا الرجل ايه؟ انا النهاردة مش هطول عليكم كتير في موضوع شراء البيوت، ولكن هشرح لك اللي جوه البيوت ومساحات الارض عشان تبقى عارف وفاهم كل حاجة. خلينا بقى نروح نشوف تفاصيل هذه البيوت، ومش هجيب بيوت غالية، هنجيب بيوت رخيصة زي اللي اتكلمنا عنها. نخرج بقى بعد ما حملنا اوليكس، بنخش على اوليكس وبنكتب البلد اوكرانيا، وبنخش بنبحث يا بردم داتشو او بردم دوم، الموقع باللغة الروسية والاوكرانية، وبتدور على البيت اللي انت محتاجه. طب انت محتاج بيت، محتاج اي شيء، هتلاقيه في اوليكس. خلينا نخش بقى اوليكس ونشوف اوليكس شكله ايه. ادي اوليكس بيظهر لك بالشكل ده، في الصور اهي، عاوز عربيه، عاوز مفتاح شقه، عاوز عدد، عاوز صيانات، عاوز رابوطه، الاخيره دي اهي شايفها اللي عليها الشنطه دي رابوطه اهي، وهكذا. عاوز حيوانات، عاوز اساس، عاوز موبايلات، عاوز حد يعمل لك صيانه، عاوز ملابس، عاوز حاجات تخص الرياضه، وهكذا. خلاص طيب انا عامل شوية حاجات اهم جايبهم برضو من على الموقع. انا النهاردة راجل معلش ما عنديش فكرة عن اللغة الاوكرانية او الروسية، وانا بعتبر نفسي زي حضراتكم دلوقتي. اعمل ايه عشان اعرف تفاصيل هذه البيوت اللي نصحابها كاتبين عليها 1000، واللي كاتبين اقل من 1000، واللي كاتبين 2000، واللي لحد مليون دولار ماشي، وانا ما معيش مترجم. اروح داخل على البيت كده، ده مكتوب ايه يا جماعة؟ مكتوب بردم للبيع. بكام يا جماعة؟ ب20,000 جنيه. طب انا الكلام اللي انا شايفه ده مش عارفه، مش فاهمه. اروح داخل كده فتلة واروح عامل كوبي، حملت برنامج، تحمل برنامج اللي هو بتاع الترجمة. نروح عاملين كده ونروح داخلين نقرأ. الروسية تم اكتشافها، الكلام ده باللغة الروسية. طب بيقول ايه بقى عمنا ده؟ بيقول لك كوخ مؤامرة في منطقة سانت باجلي، شركة شراكة الحديقة، قطعة تمن فدان، عمارة سكنية كتلة
مع شرفة ومطبخ وغرفة، يحتوي المنزل على سريرين وخزانة ملابس ومنطادة في قبو الشرفة، 2 طاولات كراسي في الصيف يمكن العيش أمان أمان ماشي، ونوم ل4 أشخاص. أمام المنزل مكان ملوث للسيارة. يعني بص، الترجمة ما بتبقاش ترجمة مظبوطة، ولكن مرحاض والاستحمام أمام المنزل، هناك طاولة إطار مع مقاعد وعديد الألوان المختلفة، الكثير من أشجار الفاكهة والشجيرات والبرقوق، المشمش، الكمثرى، شجر التفاح، الكرز، البندق، الكشمش الأسود والأحمر والأبيض اللي هو التوت، عنب، الثعلب، الفراولة، مش عارف ايه. كل موسم يصنعون 100 لتر من النبيذ، يقع بين الحضاخ السفلية والعلوية الى موقف الحافلة على بعد 5 دقائق سيرا على الاقدام. حلو. وسايب لك الراجل رقم التليفون بتاعه اهو، شايف؟ ادي رقم التليفون. حلو. وهتلاقي كل الحاجات دي بالاوراق بتاعتها. نخش على بيت تاني، ثمنه 14500 جريفن. يعني كام؟ لو قلنا 15 يعني حوالي 600 دولار تقريبا. بنخش كده ونعمل كده وننسخ كده ونخش كده ونقرا. سأبيع منزل صيفي بحديقة، حدائق منخفضة، حفر الأرض، خزة وزرعة في كل عام كانت تزرع في الحديقة وتخصص بالأرض، البيت كبير، يوجد أساس، حسن الجيران، هناك أزهار وأشجار، فواكه وجوز ومش عارف إيه، والبحر أدوات الدلاء. وسكت على كده ماشي. طيب نروح لحاجة ب1000 دولار ماشي، بريدام داتشو 1000 دولار ماشي يا جماعة، وكل التفاصيل موجودة. طب نخش كده ونقرأ تحديد الكل، نسخ، نخش على المترجم. بشكل عاجل سأبيع 3 منازل ريفية تقع بالجوار، كل 4.8 هكتار من الأرض، منزل واحد بدون ديكور داخلي، الأساس والجدران والنوافذ والسقف المصنوع من المش عارف إيه، المنزلان الآخران في حالة سكنية، الجدران مصنوع، المنزلان من الطوب والسقف أردواز، هناك إمكانية للعيش على مدار السنة، هناك كهرباء. إيه ده؟ ده في مرافق؟ آه في مرافق. بألف دولار؟ آه بألف دولار. ماشي. السنة على مسافة قريبة من ينبوع بمياه الشرب، وهناك أيضا تدفئة. قال يعني في هناك توابع منطقة أيضا في جميع أنحاء الأراضي، بستان صغير وسور من البيوت، يعني في سور في جميع أنحاء أيضا، يقع المنازل الريفي في تعاونية بيت صيفي في شارع هادي مش عارف إيه، أيضا استبدال الأنابيب بالأنابيب البلاستيك، يعني الراجل للري مبدل الأنابيب، يمكن الوصول للكوخ أو البيوت بالحافلة الصغيرة أو القطار من محطة تقع الأكواخ في قرية كذا في اتجاه مدينة وهكذا. وصلت يا شباب؟ طيب يعني هو بيقول لك المدن وبيقول لك كل شيء عن ورقم تليفون الراجل اهو. نخش على منزل ب 15000 جريفن. انا مش عارف ايه اللي في العنوان في بيقولوه، انا ما بعرفش اللغه الاوكرانيه ولا اللغه الروسيه ولا اعرف افرق بينهم. اعمل كده تحديد الكل، نسخ، واخش على المترجم اللي انا حملته لك. بيع كوخ صيفي في منزل في والمدينه من حلقه، الماء والكهرباء على مدار السنة ماشي، بالأمطار، الدش، المرعاد، منزل من الطوب، المعلومات عن طريق الهاتف. الراجل سايب لك تليفونين تعيش وربنا يدينا ويديك طول العمر. وصلت يا جماعة؟ طيب نشوف حاجة تانية عشان بس ايه، ننهي هذه القصة التي أثارت جدل غريب الشكل في القناة. أنا لما بعمل الفيديوهات دي لا ناقة ولا جمل، وقلت لحضرتك أنا لا هساعدك ولا هتصل لك ولا هترجم لك ولا اعرف محامي ولا اعرف اي حد في اي حد، انت عيش حياتك وانت قاعد في بلدكم، حمل البرنامج ودخل البلد اوكرانيا وعيش واتفرج، ولما تيجي هنا حضرتك انصحك ان انت ما تشتريش اول ما تيجي، ادرس وشوف المواقع وشوف بيت واثنين وثلاثه. وعلى فكره لما بتروح هذه البيوت محدش بيقول لك اديني فرجه 1000 جريفن ولا 5 جريفن ولا 10 جريفن، لا محدش بيقول لك كده، بتتفرج على البيت، طيب هبقى ارد عليك، سلام عليكم وشكرا. وصلت. نخش على البيت ابو 1000 10000 جريفن ده نتفرج عليه. ده بيت زباله قوي يا عم. طيب نشوف البيت ده مواصفاته ايه عشان الناس اهو، بريدام داتشو. خلاص انا ما بعرفش زي ما قلت لحضرتك اهو، اعمل كده واروح محدد الكل وانسخ واخش هنا. سأبيع كوخ 6 فدان. قال لا ده في ارض، امال انت يا خالد كنت بتضحك علينا وتقول لنا ده ما فيهوش ارض؟ لا يا باشا في ارض، والتواصل عن طريق الهاتف، والراجل كاتب لك التليفون بتاعه، يعني انت بتكلم بني ادم لا بياخد منك ابيض ولا بياخد منك اسود، هينصب عليك ازاي؟ معاك بقى دور بقى المترجم والمحامي يفصصوا لك الحكايه دي ويشوفوا الاوراق.
طب البيوت دي باوراق؟ اه طبعا باوراق. لا يجرؤ بني ادم في اوكرانيا يبيع اي شيء بدون اوراق. ده انت حتى لما بتيجي تشتري ذهب خلي بالك، او بتشتري دراجه، او بتشتري تلفزيون، او بتشتري اي حاجه، لو ما معكش الفاتوره بتاعته، شوف بقى، لو ما معكش الفاتوره بتاعته لما بتروح تبيعه محدش بيشتريه منك. طب انا لو اشتريت حاجه قديمه، مثلا اشتريت تلفزيون، اشتريت كاسيت، اشتريت اي حاجه، وانا بشتري باخد فاتوره، بحتفظ بالفاتوره، لما اجي ابيعها اروح مطلع الفاتوره وهكذا. وصلت؟ يعني موضوع ان البيوت دي ما لهاش ورق ده هكس النصابين في الانترنت. وصلت؟ بيكرهك ده بيت معفن. يا عم احنا بنحب الارض، العرب بيحبوا الارض. بردام جاتشو تمنه كام؟ زي ما انت شايف 25,000 جريفن، ما يعادل 1000 دولار. طب نخش نشوفه بيقول ايه. اهو ننسخ تحديد، نعمل نسخ اهو ونخش. سأبيع منزل صيفي حدائق 5، جميع الأسئلة عبر الهاتف. الله، يعني هتنصب عليا عبر الهاتف؟ لا طبعا مش هنصب عليك عبر الهاتف، ولا هقدر أنصب عليك عبر أي حاجة. البلد فيها قانون، مش بلد سلطة وهيصة كل واحد اللي عاوز يعمله يعمله. لا، الناس هنا لا بيحبوا الكذب ولا بيحبوا السرقة ولا بيحبوا الغش. في ناس، في بعض، مش معقولة كل البيوت دي أصحابها نصابين. بريدام داتشو 45,000 جريفن، يعني محصلتش 2000 دولار. طيب نشوف كده الراجل ده هيبيع البيت ده ب 2000 دولار ازاي. نشوف. سأبيع مسكنا صيفيا في مش عارف ايه، يضم 1200 جزء حديقة، 6 فدان، حديقة 6 فدان موجودة في الارض. رزقك، عيش وربنا يكرمك. ماشي. والتليفون بتاع الراجل نرجع له بس لحسن الناس تفكر ان الناس دي بتبيع حاجات كده، و فانت هتكلم بني ادم. وادي رقم تليفون الراجل. وصلت؟ والناس ما بتغشش حد صراحه، انا بشوف الغش من حد تاني، لكن الناس اللي هنا في اوكرانيا ما بشوفش منهم غش. نخش على بيت ب 1600 دولار. نخش نتفرج البيت ابو 1600 دولار. خلي بالك يا باشا، ال 1600 وال 1000 وال 5000 وال 10000 والحاجات دي كلها، كل دي ها زي ما انت شايف طبعا البيت عامل ازاي اهو، بسراير وبحاجته. ماشي. كل الحاجات دي رخيصة بالنسبة لينا. بريدام داتشو ثمنه 1600 دولار، مش مبلغ. خلينا نترجم كده عشان ننهي هذه القصة الغريبة. نخش. انا راجل زيكم اهو، المنطقة المخططة بالقرب من مستوصف السل. ماشي. والعياذ بالله، في هذه الجمعية لم تتم خصخصة كوخ واحد من الوثائق، فقط كتاب المشاركة، 6 أفدنة مع مراعاة المنزل الحاوية، يعني الحاوية الحديد، وبقر 20 متر، سير الى محطة السكن الحديد 10 دقايق. يا راجل، يعني انت مش في الغابة ولا في الادغال، موقف سيارات جيد، موقف سيارات مبني من طابقين 50 متر مربع، اشجار الفاكهة، المشمش، البرقوق، اشجار مش عارف ايه. فيديو كمان، الراجل سايب لك فيديو. ماشي. لو دخلنا عليه هنتفرج على الفيديو بتاع البيت. خلاص. نروح لمنزل اخر. طبعا زي ما انتم شايفين ابو 650 دولار ده. ماشي. لما بقول ام 650 بتريا، وام 750 بتريا، وام 450، انا بتريا على الناس اللي بتحاول تغشكم وتضلكم. انا عمري ما ضليت ولا غشيت حد، مش محتاج الموضوع ده، لان انا ما بقولكش انا هشوف لك ده. ده ناس كتير ما تقرا التعليقات يا باشا، هو انا اللي كاتب التعليقات دي؟ ده ناس من حضراتكم بتقول لي يا خالد عاوزينك تساعدنا. والله ما فاضي يا جماعه، والله ما عندي وقت. انت ابحث لنفسك، دي مصلحتك، ما تعتمدش على حد. ماشي يا جماعه. كوخ 9 فدان يقع على شاطئ. ماشي. هناك مرحاض وثائقي. ماشي. الراجل ده نصاب، هينصب عليا. هينصب عليك ازاي؟ ده حط رقم تليفونه وهتكلمه تلاقي بني ادم بيكلمك. يعني الموضوع كله جد في جد، مفيش فيه لعب ولا هزار. طبعا زي ما انتم شايفين 18,000 جريفن، 15,000 جريفن، نخش عليه وهكذا. انا لو عملت لحضراتكم كل الفيديوهات والبيوت اللي انا عملتها قبل كده، الفيديوهات بتاعه المنازل، وقعدت اترجم لكم كده واعمل لكم كده، سابيع كوخ 6 فدان من الارض واشجار الفاكهه، وهناك منزل والضوء والمياه في الفناء والاستحمام في الهواء الطلق والمرحاض. يعني في مرافق. في مرافق. امال مش عاوز اغلط في حد، امال الاخ اللي كل شويه يخش ورقم تليفون الراجل اهو اتصل بيه، امال الراجل اللي بيقول يا عم ده في الغابات وفي الادغال ومفيش مرافق ولا ميه ولا كهرباء، ما هو هل الناس دي عاوزة تضحك على حضرتك؟ البيت ابو 15,000 جريفن العسل ده اهو بارضه 6 فدان. طيب الفدادين دي يا جماعة هل دي بيع؟ لا، دي حق
انفاع. ايوه كده صح بالمسمى بتاعتها. انفاع بتدفع ضرائب للدوله، يعني قطعه ارض زي اللي في بيتي بدفع عليها تقريبا 2000 جريفن او 2500 جريفن في السنه، يعني كلام فارغ 100 دولار في السنه ما لهمش اي 60 لازمه، هي رخيصه. بصوا ادي بيت تاني اهو، اهو اللي احنا كنا جبناه قبل كده بكام يا عم؟ ب 18000 جريفن، يعني ثمن العجله اللي عندي في الجراج. نخش على ده ونشوفه بيقول ايه. بيع منزل صيفي على التوت، هناك دش الصيف القطيره الحظيره اشجار الفاكهه 30 شجره عنب. الخ الخ، الراجل مش فاضي يرغي. ورقم تليفون الراجل، يعني حضرتك هتيجي هنا اوكرانيا هتلاقي ناس بتكلمك اهو زي ما انتم شايفين، 750 دولار 1500 دولار وهكذا، وتخش 950 دولار ماشي. وحضرتك تخش تعمل زي ما قلت لك كده، تحضر برنامج المترجم وتترجم وتقرا وتقعد تتسلى، دي مصلحتك. سأبيع الإقامة الصيفية، هو يقصد كده أرض 6 فدان مع منزل، شرفة على أرض بستان ممتاز كروم العنب، بدقيقتين سيرا على الأقدام من الهبوط إلى مع الوصول إلى دنيبر. يعني في كل محافظات يوجد الماء والكهرباء. امال يا خالد الناس بتقول لنا ده في الغابات وقطعين طرق وعشر دقايق سيرا على الاقدام لموقف الحافله اللي توديك دنيبر. ايه يا عم الكلام ده؟ يعني ما انتش في الادغال وبيكتب لك بعيد عن المدينه كذا وهكذا. بصوا يا جماعه اهو 1430000 جريفن، 1000 دولار، 3500 دولار، 30000 وهكذا. هتقعد تلاقي اعلانات، انا الاعلانات دي مش منقيها، ب 450 دولار 15000. الناس بتستغرب هم الاوكران بيبيعوا ليه البيوت دي رخيصه. اقول لك انا بيبيعوا البيوت دي رخيصه ليه. اولا البيوت دي بتاعه الناس دي، ما هماش سارقينها ولا لاقيينها، بس واحد عايش في المدينه امه وابوه ماتوا ماشي، ومش محتاج زي الناس الفقر اللي كانت بتبيع اراضيها زمان بتلات تعريفه في مصر وفي دولنا العربيه. النهارده بيبكوا بدل الدموع دم، هم مش عارفين قيمه الارض، بس الارض بالنسبه لهم ملهاش اي 60 لازمه. ليه؟ هو عايش في المدينه ولوحده، لا له اخ ولا اخت ولا عم ولا بتاع يقول لك اما بيعه احسن من قعدته. وصلت؟ لكن هم بيحبوا الشقق افضل. ليه؟ الشقق بتصرف مرافق اقل، وسبق وقلت الكلام ده للناس قبل كده، وزي ما انت شايف اهو. وتفضل بقى تدور ارقام اهي، وتخش على المترجم، شايف اهو المترجم على جنب اهو، اهو حبيبي اهو شايفه ده، تحمله من على متجر بلاي برضه وانت بتحمل اوليكس، وتسجل وتترجم من هذا المترجم، وربنا يوفقك ويصلح حالك، واشوفكم في احسن الحال، صباحكم ورد وعسل، ويا ريت اللي بيتكلم ده يخرس وما اسمعش صوته. سلام عليكم.